ينادي الخليقة كلها في كل خطب بالدماء فداكي، ولتذكريني كلما عاد لنا أعياد فرح واستعدت صباكي. بيني وبينك عهد حب كلما عصف الزمان بغدره ورماك. سأطل في الأفق البعيد بيحيطني ركب الشهادة شامخا كسماك، فتقوم في الصمت المهيب سواعد ويطوف في الليل الطويل. تعيش وتسلم يا وطني، اللهم أمين، كما غنت أم كلثوم. النهاردة في محافظة بورسعيد كان فيه مناسبة ربما انتظرها أهل بورسعيد منذ زمن، وهي أن تصبح مدينة بورسعيد هي المدينة الأولى في مصر التي تتحول إلى مدينة رقمية في إطار منظومة الدولة لتحويل الدولة المصرية إلى دولة رقمية. يعني ايه دولة رقمية؟ بفكركم ان كان فيه محاولات كثيرة من قبل، الحكومة الالكترونية اصبحت نكتة من النكات، لكن الان الدولة الرقمية اللي هو تحويل كل الاجهزة والمؤسسات والمحافظة والمحليات من اطار ورقي الى اطار مميكن الى اطار رقمي، لتتحول بورسعيد كتجربة اولى بتقوم بها اجهزة الدولة تحويل كافة المعاملات بين الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية وكل مصالح المواطنين إلى إطار رقمي. خلاص مفيش بقى ورقة دمغة ومفيش ورقة عرض حال دمغة وطلب ومش طلب وغيره، لأن بورسعيد هي باكورة الدولة الرقمية. كان النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجتمع بقيادات تنفيذية وشعبية وقوى طبيعية من داخل مدينة بورسعيد في قصر الاتحادية، يحاورهم ويتناقش معهم ويستمع إليهم، لأنه خلال المرحلة القادمة سيكون هناك أكثر من لقاء رئاسي بالمسؤولين والتنفيذيين والشعبيين في المحافظات المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل لرفع كفاءة تطوير بحيرة المنزلة، كان أول تعليمات رئاسية بعد جلوس الرئيس مع أبناء بورسعيد. بحيرة المنزلة هي البحيرة التاريخية اللي كانت وللأسف أصبحت، بنحاول طبقا للتعليمات الرئاسية إعادة بحيرة المنزلة إلى وضعها الطبيعي مرة أخرى، وجال حضري مرة أخرى، إزالة التعديات مرة أخرى التي جعلت منها بحيرة عشوائية. عندنا في مصر 7-8 بحيرات زي البردويل والمنزلة والبرولوس ومريوط وناصر وغيره، كل هذه البحيرات ربما طالتها أيدي الإهمال. دلوقتي بنحاول إعادة هذه البحيرات إلى ما كانت عليه من قبل. الرئيس أكد خلال اجتماعه بقيادات محافظة بورسعيد أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على البحيرات التي تمثل ثروة قومية يجب استغلالها اقتصاديا وسياحيا لصالح الشعب المصري، فضلا عن تغيير الأساليب التقليدية القديمة في إدارة هذه الموارد إلى أساليب علمية متطورة ضمن التصور الشامل لشكل الدولة الحديثة الذي نتطلع إليه في المستقبل. هكذا صرح
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. في ضربات متزامنة بتجمع وزارة الداخلية مع الرقابة الإدارية، يعني الرقابة الإدارية بتنسق مع الداخلية علشان موضوع خطير جدا جدا الحمد لله نجحوا فيه النهاردة. إيه؟ كشف التحريات والمعلومات إن هناك عصابة تمثل شبكة من القائمين على اصطياد الشباب والتغرير بيهم من خلال تسفيرهم كهجرة غير شرعية إلى أوروبا. اتنين، محاولة التقاط مجموعة أفارقة أو غير مصريين وتسفيرهم أيضا من مصر بشكل غير قانوني. طبعا مصر عندها مواثيق دولية موقعة عليها وعندها اتفاقات دولية وعندها أمن قومي بتحاول إن هي الحمد لله على مدار سنتين وشوية مفيش واحد عدى الحدود المصرية. لذلك كانت الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الداخلية والنيابة العامة المصرية وصلوا إلى 71 شخص بيمثل كل شخص دائرة من دوائر الفساد في مجال تسفير الهجرة غير الشرعية للخارج. 71 متهم. دول كانوا بيسفروا الشباب ل 14 دولة، عندهم اتفاقات مع 14 دولة، يعني مع المافيات اللي هناك في 14 دولة. 300 فرد من القوة من الداخلية ومن الرقابة الإدارية داهموا أوكار هؤلاء وتم القبض عليهم بعد استئذان ومشاركة النيابة العامة. الكلام ده إيه؟ اللي موجود قدامنا ده إيه؟ لقوا مع الناس دي، الناس دي ملهاش علاقة بقى، ما تقوليش بقى إخوان وتقولي بقى سلفيين وتقولي لا لا انسى، دول مافيا. دول مافيا مختلفة بيستخدم فيها كل حاجة. بيستخدم فيها أختام مزورة باسم الدولة، باسم جهات حكومية، باسم القضاء، عنده أختام، عنده كومة أختام، عنده دسة أختام، أختام لكل شيء. بيعمل إيه؟ بيضرب ورق لجوء سياسي مثلا، بيضرب ورق أحكام قضائية بالإعدام عشان اللي يصفروا يقول له خد الورقة دي معاك، أول ما توصل للحدود الإيطالية اديهم الورقة دي، يقول لهم أنا محكوم عليا بالإعدام وهربت، عشان يديله إيه؟ لجوء سياسي. الورق ده مضروب، يعني واحد يطلع بره يقول لهم انا محكوم عليا بالاعدام او انا عندي تعذيب من خلال ورق مضروب هم مجهزينه له، يطلع بره عشان ياخد حق اللجوء السياسي. فين؟ في مصر. مين بيدير؟ 71 واحد تم القبض عليهم جميعا بمعرفه مين؟ الرقابه الاداريه ورجال الشرطه والنيابه العامه المصريه في واحده من اكبر الضربات المصريه اللي بتواجه الهجره غير الشرعيه، اللي كانت كل دول العالم واقفة عاجزة أمام كيف تواجه هذه الظاهرة، لكن الحمد لله في مصر زي ما احنا شايفين. والنهاردة بيعلن هذا البيان لكل المصريين. اللي موجود قدامنا ده ايه؟ دي أحراز موجودة، يعني الأحراز اللي تم ضبطها مع هؤلاء. ورق اهو قدامنا، ورق يعني اهو اللي لحظة يا صفوت، لحظة يا صفوت، ده فلوس اعتقد مزورة برضو، انا اعتقد ان هي مزورة. دي جوازات سفر مزورة، دي اختام، شايفين عدد الاختام، كل خط ده دي فين؟ دي مش جهه حكوميه بالمناسبه، ده مكاتب ناس بيسفروا، معروف على فكره مشهور في مصر، يعني ده مكتب سفريات، ده واحد بيسفر، ده فلان كذا، يقول لك اجيب لك شهاده خبره بقى ان انت اشتغلت فين قبل كده، هونولولو ولا اشتغلت في هونج كونج، كل حاجه موجوده وكل حاجه بتمنها. ده في انا اعرف اماكن او اسمع عن اماكن يقول لك كل اللي فيها ورش للتزوير. ادي الاختام اللي موجوده، اختام بكل حاجه، قنصلية وسياسية وأحكام قضائية وغيره. أهو شايف الأختام دي يا مصريين، هو ده العبث، هو ده الفساد، هي دي الأحكام بتاعت الفاسدين اللي عايزين يوقعوا البلد. هي دي أختام كلها موجودة قدامنا اهي، شايفين الأختام كلها حاجات دولية، وأهو قدامنا اهو أختام كلها حاجات دبلوماسية وقنصلية وسفارات أجنبية. بص سفارات أجنبية كلها أهو، هات لنا الجوازات كده نشوف اهو، ادي كل دي جوازات، اعمل اي اضرب اي جواز، وعنده سكانر شغال واجهزه، والناس متطورين بيشغلوا دماغهم في الحرام، بيشغلوا دماغهم في الفساد، بيشغلوا دماغهم في التزوير، ولو شغلوها في الحلال ولو شغلوها في الخير بالتاكيد كان هيبقى لهم دور، لكن هم دول اعوان الشيطان. انا اتصور انه ما قامت به الدوله
ما قامت به الدولة ممثلة في أجهزتها الرقابية سواء الرقابة الإدارية الداخلية النيابة العامة بيمثل تأكيد على ما التزمت به الدولة أمام العالم، لن يكون هناك مهاجرا غير شرعي عبر الأراضي أو المواني أو المطارات المصرية. الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن مجموعة من الأرقام المفرحة المبشرة، قال الاقتصاد يسير بثبات على الطريق الصحيح بفضل دعم القيادة السياسية والمواطنين وشركاء التنمية. بيقول طفرة في أداء جميع المؤشرات المالية للدولة وملتزمون باستمرار برنامج الإصلاح. بيقول 21 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي. أول مرة أقرأ أن هناك فائضا في الموازنة العامة للدولة 21 مليار في 6 شهور. انخفاض العجز الكلي للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 3.6 بعد ما كان 4.3 4.2 28% و4 نموا في إجمالي الإيرادات العامة، معدل يفوق ارتفاع المصروفات العامة التي سجلت 17.7%. ارتفاع حصيلة الضرائب سواء العقارية سواء المهن الحرة سواء المرتبات سواء القيمة المضافة. زيادة الإنفاق في قطاعات التعليم 21% مهمة جدا، والصحة 27%. وفي جولة ترويجية زي ما بيقول وزير الاقتصاد المصري بدول الخليج وكوريا خلال الشهر مارس القادم. خلاصة هذه الأرقام والكلام اللي أنا قلته إن إحنا ماشيين على الطريق السليم، ماشيين على الطريق الصحيح. 2019 آخر جرعات العلاج المؤلمة، إن شاء الله 2019 آخر جرعات العلاج المنهكة. إن شاء الله الشعب المصري هيفتكر هذه الأيام ويقول يا ما كان في مشاكل، وإن شاء الله قضينا عليها بالصبر وبالجلد وبالفهم وبالوعي. إن شاء الله هذا العام سيكون فارق بين ما كنا وإحنا بنحاول نصلح حاجات أخطاء تاريخية في الموازنة وفي صياغة الموازنة في الدعم ومنظومة الدعم وكل هذه الأمور، وإحنا بننطلق في اتجاه، وإن شاء الله يكون لنا دور وإن شاء الله يكون لنا مكان في المستقبل. المستقبل مش منتظر حد، محتاج ناس تجري وناس تحارب وناس تسارع. خليني بقى أروح بقى لإيه لنقطة في غاية الأهمية. موضوع جرى في تركيا عنوانه محمد عبد الحفيظ. محمد عبد الحفيظ بيمثل حالة كاشفة، حالة فاضحة، حالة يمكن أن تقرأ من بين سطورها الكثير، ما يعرفه البعض وما لم يعرفه البعض الآخر. محمد عبد الحفيظ مواطن مصري إرهابي شارك في اغتيال النائب العام المستشار الجليل الشهيد هشام بركات، هرب إلى السودان ومنها إلى الصومال، انخرط في العمليات الإرهابية مع شباب الصومال ومنها إلى تركيا، حيث تم اتصال بينه وبين قيادات الإخوان في تركيا. قالوا له هتيجي على طائرة من مقديشيو إلى مطار كمال أتاتورك في اسطنبول، وبعد ما تنزل هتفوت الطيارة المصرية اللي راجعة، المفروض هو قايل لهم من الصومال رايح مصر عن طريق تركيا ترانزيت. فالاتفاق انه يفوت الطياره المصريه وبعدين يجي يقول انا لاجئ سياسي، انا محكوم عليا بالاعدام ولاجئ سياسي. متفقين مع احد الضباط او احد الموظفين ان هو هيسهل له عمليه الهروب الى داخل تركيا. الروايه بتقول ان ده ما تمش، فتم توقيف الولد في المطار وتم اعادته في الاخر الى ايه؟ الى مصر. الخلاصه الارهابي الذي اراد ان يهرب من الصومال الى تركيا تم ضبطه في مطار اتاتورك في اسطنبول في تركيا، وتم اعادته الى مصر في اول مره منذ القطيعه الدبلوماسيه بين القاهره وانقره. طيب القصه عادي ولا فيها تفاصيل؟ فيها تفاصيل. طب القصه عادي ولا فيها كلام غير معروف؟ لا فيها كلام غير معروف. طب في حقائق؟ في حقائق. ايه الموضوع؟ هقول لكم الموضوع، بس قبل ما اقول الموضوع بقول انه الاخوان بيعيشوا في اسوأ حالتهم في تركيا، فيما بينهم
دب الخلاف فيما بينهم جميعا، ودب الخلاف بينهم وبين التيارات الأخرى زي أيمن نور والاشتراكيين اللي هربانين هناك وأدعياء الثورة والمرتزقة اللي موجودين هناك. ما هناك في فصائل كلهم دلوقتي بيعيشوا أسوأ حالتهم. ليه؟ لأنه موضوع محمد عبد الحفيظ نبه الجميع أن ربما يتم تكرار هذا الأمر وتسليم بعض المطلوبين أو كل المطلوبين مرة أخرى إلى مصر نتيجة شيء مش واضح بالنسبة لهم، مش فاهمين، هم مش عارفين اللي بيحصل. طيب الإخوان عملوا بعد الواد ما رجع لمصر بدأوا يتكلموا، ذهبت الصخرة وجاءت الفكرة. قالوا الغموض بيسيطر على ملابسات قيام السلطات التركية بترحيل محمد عبد الحفيظ. في كاتب تركي اسمه سعيد الحج قال السلطات التركية دعاها إلى إجراء تحقيق شامل حول هذا الموضوع، وقال على حسابه في فيسبوك إن القضية ليست واضحة بكل تفاصيلها، لكن ما يبدو مما هو متاح حتى اللحظة أنه ليس هناك سياسة تركية جديدة تجاه مصر. طبعا الكلام اللي اتقال فيه أنه في تنسيق بين الولد وبين ناس إخوان داخل تركيا، لكن الناس الإخوان اللي داخل تركيا حاجة من اتنين، يا هم نسقوا غلط يا ما نسقوش للولد، بس في الأول قالوا ده الولد مش إخوان فسابوه، وبعدين رجعوا قالوا ده إخوان وحصلت الطامة الكبرى. كل ما قيل هنا ان الولد فعلا الولد شغال مهندس زراعي كان في مدينه السادات وشارك في اغتيال النائب العام وهرب للسودان الصومال تركيا، اتقفش في تركيا رجعوه لمصر. هو الجديد ليه رجعوه لمصر؟ اول حاله يتم الاستجابه فيها للقضاء المصري من تركيا ويتم اعاده محمد عبد الحفيظ الى مصر. هو ده الموضوع. ازاي راجع بقى وازاي عاد ومين السبب؟ انسى هذا الكلام كله، كل اللي بيتقال افتكاسات. تعالوا بقى نشوف ايه، تعالوا بقى نشوف الكلام ده هو ايه. ده الاخ وائل انديل. وائل انديل ده كان فاكرينه كان رئيس تحرير جريده الشروق اعتقد. وائل انديل ده ارهابي مؤصل يعني. لن اجد حرجا في الاعتذار لتركيا لو ثبت أنها لم تقم بتسليم الشاب محمد عبد الحفيظ لسلطات السيسي، لكني سأفقد إنسانيتي وأخسر ذاتي لو التزمت الصمت أمام احتمالات مأساة مكتملة أو في طريقها للاكتمال. أقف لحظة، المأساة مين اللي عملها؟ هو بيوجه مين؟ هو بيكلم على الإخوان، بيقول إنه أنا أعتذر لتركيا لو مش غلطان. بقول له يا وائل يا أو اللي مش عايز أشتم يعني، يا غبي، لا يمكن لا يمكن أن يتم ترحيل مواطن من مطار اسطنبول إلا بموافقة الدولة التركية. هات لي اللي بعدها يا ابني. ده محمد الصغير، عارفين محمد الصغير؟ محمد عبد الحفيظ محكوم عليه في مصر وتم ترحيله من مطار اسطنبول إلى القاهرة في سابقة تقع مسؤوليتها على أكثر من طرف، واعترفنا بالخطأ الفادح أول طريق للإصلاح مع العمل على عدم تكراره من خلال تحديد وسائل اتصال ثابتة مع الجانب التركي، ونسأل الله أن يحفظه وينجيه بحوله وقدرته. هو الواد الإرهابي ده اللي في الصورة، محمد عبد الحفيظ، شايفين وائل أنديل، محمد الصغير، حالة رعب. غيره يا أستاذ هيثم غنيم قال كارثة. صورة الترحيل القسري للشاب محمد عبد الحفيظ من تركيا لمصر بتاريخ 18 يناير حوالي الساعة 6:01 صباحا، الصورة التقطت من الطائرة التركية وتظهر ربطه بالكرسي بعد اقتياده بشكل مفاجئ وبالقوة من الحجز وهو يرتدي شبشب، وهذا بعد تباطؤ قيادات الإخوان في التدخل لإنقاذه. شايفين؟ يبقى عندي وائل أنديل، وعندي هيثم غنيم، وعندي حمر الصغير، كلهم بيرموا على الإخوان إن هم سبب ترحيل الولد. الإخوان مش فاهمين حاجة. محمد جلال في تسجيل منشور دلوقتي للقيادي الإخواني صابر أبو الفتوح. صابر أبو الفتوح هو المخبر الإخواني في تركيا. صابر أبو الفتوح اللي مش عارفه يعني هو عميل المخابرات التركية اللي يمثل الإخوان. والله ما أنا قادر أتكلم. تسجيل منشور دلوقتي للقيادي الإخواني صابر أبو الفتوح قال فيه إنه بلغ السلطات، أهو بلغ السلطات التركية يعني، أن محمد عبد الحفيظ انتماءه جهاد وليس إخوان مسلمين. هو قال لهم، بيسألوه قال لهم ايه؟ قال لهم ده مش اخوان، ده جهاد. هكذا بكل بساطة وبكلمة واحدة لا يلقي لها بالا
ضيع الولد وحكم عليه بمصير مجهول. محمد جلال هربان في تركيا بيقول على صابر ابو الفتوح انه لما المخابرات التركيه كلمته قالت الواد ده تبعك، قال لهم لا ده جهاد، اللي مش اخوان افرموه غيره. اردوغان شكله هيبيع الاخوان المسلمين كما كان متوقع. في اقل من اسبوع السلطات التركيه تسلم شابين من الاخوان المسلمين، الاول اسمه محمد عبد الحفيظ محكوم عليه بالاعدام في قضيه اغتيال النائب العام، والتاني اللي اترحل النهارده اسمه عبد الرحمن ابو العلا. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ما المقابل؟ عبد الرحمن ابو العلا ده هو ده واحد تاني برضه مطلوب للقضاء وبيقال انه تم ترحيله الى مصر. هو ايه الحكايه؟ هو ايه الحكايه؟ يلا هنشوف اللي بعده يا استاذ. ايا كانت المبررات التي تسوقها تركيا او تسوقها بعض قيادات الاخوان، فان ترحيل شاب محكوم بالاعدام في مصر يمثل جريمه مكتمله الاركان بحقهم جميعا. كيف يطلب البعض انتصارا من العالم لقضاياهم الحقوقيه وهو يتنكر لحقوق الانسان المختلف معه، وتظهر الصور للشاب محمد حفيظ مقيد اليدين كذا كذا غيره. سامي كمال الدين، سامي كمال الدين ده هو انا عارف ان عنده مشكله كبيره جدا لانه الدور عليه. سامي كمال الدين واقع مع الاخوان، واقع مع ايمن نور، طردوا من قناه الشرق. سامي بيهزي، سامي عنده مشكله كبيره جدا ومحتاج حد يديله اي حاجه توقف له الاسهال. سامي كمال الدين بيقول على الحكومه التركيه ان تكشف تفاصيل جريمه تسليم شاب مصري محكوم عليه بالاعدام في قضيه اغتيال النائب العام. الفجر الاخواني والفجر بتاع هؤلاء كلهم بيقروا ان هو متهم بقتل النائب العام وعليه حكم غياب بالاعدام، كله عارف وعادي ما يسافرش عشان كان قاتل، بيدافعوا عن قاتل بس مش مشكله. خلينا نشوف. هذه جريمه ضد كل مواثيق حقوق الانسان. محمد عبد الحفيظ تم ترحيله من مطار اتاتورك قبل دخوله تركيا، كان قادما من الصومال، نفس الكلام غيره. علاء الروبي، الخسائر والاخطاء جزء كبير من طريق طويل نحو النصر. هذا التعليق التبرير الاخوانجي المبتذل من اكثر التعليقات وضاعة، استفزاز، حقارة. ده مين اللي كاتب؟ دكتور علاء الروبي يا جماعة، مش انا اللي بقول. بقول تاني، الخسائر والاخطاء جزء كبير من طريق طويل نحو النصر. هذا التعليق التبرير الاخوانجي المبتذل من اكثر التعليقات وضاعة واستفزازا وحقارة فيما مر علي في موضوع ترحيل محمد عبد الحفيظ إلى مصر بسبب تقصير متصدري المشهد، لا أسميهم قيادات، ولكنه التصدر بالتآمر والوضاعة. بيصف الإخوان بالوضاعة والحقارة والاستفزاز. ما كل هذا الغباء والتخلف في تحليل الحدث؟ ضياع حياة شاب مسلم بسبب التقصير أو المكايدة أو تصدير الغير مؤهلين يسمى خسائر أو جزء من طريق النصر كمان؟ من أين يأتي هؤلاء البهاليل بهذه التبريرات الواقعة؟ شفتوا الإخوان، شفتوا قيادات الإخوان، شفتوا الوضع في تركيا عامل إزاي نتيجة ترحيل محمد عبد الحفيظ، تسليم محمد عبد الحفيظ. هم مرعوبين لحاجتين، اللي مش إخوان بيقولوا الإخوان السبب، والإخوان فيما بينهم قال لك الحق اتبعنا، أردوغان باع الإخوان، أردوغان باع القضية، الدور هيجي علينا. هو ده اللي حاصل دلوقتي، المشهد اللي بقوله، الشعور اللي بقوله هو اللي داير بينهم كلهم دلوقتي. تعالوا نشوفوا بقى ياسين أخطاي مستشار أردوغان بيقول إن وزير الداخلية التركي زعلان. في عندنا فيديو، هات لي الفيديو، هات لي الفيديو. سنعمل التحقيقات ستبدأ. يعني أنا سمعته من وزير الداخلية، هو جدا حزن، كان حزين بما مؤلم أليم فيما هذا فيما حصل. ما كان يعني هو ما كان راضي على ما حصل، وهو طلب المعلومات كله التفاصيل من الموظفين، والموظفين حسب ما يقولوا هو شيء غير يعني هو شيء قبل 15 يوم على سبيل يعني ما حصل، وابدا لا ياتي اي طلب من صلاحيات القاهره، لان نحن نعلم الظروف في القاهره صعب، والظروف هم انتهاكات حقوق الانسان غير يعني هو شيء عادي. يعني الاكيد حضرتك يعني علشان برضو نخرج ب يعني عناوين لهذا الكلام، ان قيادات الاخوان لم يتم التواصل معهم ويؤكدوا انه جهادي او انه لا ينتمي للجماعه، ده حدث.
وانه هيفتح تحقيق في هذه الواقعه لمعرفه ما حدث وكيف حدث، وانه ده بالتالي بناء على اولا وثانيا انه ليس هناك تغير في سياسه تركيا في التعامل مع الاخوان المتواجدين على ارضيها او غير الاخوان المتواجدين على اراضيها، لانه كثير منهم ايضا متهمين في قضايا في مصر. لا ابدا لا يوجد اي تغير، نفس الشيء يعني، ولا نحن لا نميز بين الاخوان وغير الاخوان، يعني نحن لا يعني لا نقارب بهذا الموضوع الا من ناحيه انسانيه. هذه هي هو موضوع انساني ونحن لا نعتبرها الا من ناحيه انسانيه، وان شاء الله يعني الله يعطينا هذه الفرصه نساعد كل المظلومين والمحظورين اللاجئين الذين يعني يبحثوا عن اي ملجا، لان نحن نعلم في بلدانهم في ظلم. ده ياسين اقطاوي مستشار اردوغان، بس للاسف الشديد لفت نظر اللي بيساله، للاسف واحد مصري شغال في قناه العربي اسمه تامر ابو عرب. لا كنت عايز صوره تامر. تامر ابو عرب ده بيساله يعني فعلا قمه، انا هقول مش عارف اسميها قمه ايه، لكن ادي واحد مصري وادي طريقه كلامه للمستشار السياسي لاردوغان، وبيقول له ان احنا لا احنا ما سلمناهوش، ده في اخطاء، وزير الداخليه زعلان واحنا زعلانين جدا، مش عارفين نتسلم ازاي، هل في دوله بوليسيه؟ ده تامر ابو عرب ده للاسف المصري، للاسف المصري اللي بيسال ياسين اقطاي هذه الأسئلة في قناة العربي. والله لو كان إسرائيلي ما يسأل هذه الأسئلة. ده تامر أبو عرب، شيل يا أستاذ صفوت. خلينا نروح لهيثم أبو خليل، أكثر المرعوبين بعد سامي كمال الدين. تعالوا نشوفه وهو هيثم وصل لمرحلة، عندنا فيديو يا شباب، تعالوا نشوفه. الناس في الآخر يتم كلبشته وترحيله. الموضوع ده ايضا يحتاج ان احنا نتكلم مع بعض بكل شجاعه، هل انقسامنا وفرقتنا هي سبب اللي وصلت ان محمد عبد الحفيظ يتم ترحيله؟ عشان ما فيش حد، كل واحد بيلقي المسؤوليه على الاخر. طب انت كلم الجانب التركي، طب انت كلم الجانب التركي، وفي الاخر ما حدش اغاث هذا الشاب. ولكن تعال نتهم انفسنا شويه ونشوف التقصير اللي حل بينا، وده حصل ازاي، وازاي ده ما يتكررش تاني، واللي غلط وانا غلطت، ونشوف يتم محاسبته ازاي. هو خايف انه يتكرر تاني، وفي كلامه بيقول تقصيرنا وانقسامنا. لو انتوا ركزتوا في الكلام بيقول انقسامنا، لانه في ده هيثم ابو خليل في خلافات وصلت الى مرحله التخوين بين الاخوان المتواجدين في تركيا زي ما قلت في بدايه الحلقه، وهو بيقول مش عايزين انقسامنا يؤثر على هذا الامر، ونلاقي بعد شويه في تسليم اخرين. هو خايف على نفسه، بس انا بقول لسامي كمال الدين، وبقول لأيمن نور، وبقول لمعتز مطر، وبقول لمحمد ناصر، كلكم جايين وهتشوفوا جايين ليه دلوقتي. تعالوا بقى، فيه مفاجأة. الإخوان انقسموا على بعض خلاص. مش كلام بقى بنقوله، مش بقول أي كلام، مش بقول تمنيات بالمناسبة، بقول معلومات. في قيادي إخواني كان عضو في مجلس الشعب تبع الإخوان، وهو أحد القيادات الفاعلة للإخوان في تركيا. الراجل حصل له حالة هلع، وحصل له حالة مواجهة مع النفس. هو إيه اللي بيحصل؟ هو إحنا ليه بنكره بعض؟ هو إحنا ليه بندور على مصالحنا؟ هو إحنا بجد صادقين؟ هو إحنا بجد عندنا قضية؟ هو إحنا بجد معارضين؟ هو إحنا إيه؟ إحنا لا شيء. مين هو بقى؟ القيادي الإخواني والبرلماني السابق محيي عيسى. هو ده. ده الراجل اللي قال كلمتين سيذكرهم له التاريخ. سيذكرهم له التاريخ. كيف كنتم تحكمون وطنا وأنتم لا تستطيعون أن تقيموا العدل بينكم؟ فإذا سرق فيكم الشريف تركتموه، وستبقى قصته دليلا دامغا على السؤال الجوهري: لماذا لم تنتصروا طوال تاريخكم؟ ده سؤال خطير لم يجرؤ أحد الإخوان منذ كتب حسن البنا مقالته ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. أنا أرى أن محيي عيسى هو الرجل الثاني الذي واجه الحقيقة بهذه الكلمات. محيي عيسى فجر قضية وقال إحنا
اي كلام، ملناش علاقه بالدين، احنا ناس منافقين. احنا بيتكلم على الاخوان، بيقول ايه محيي عيسى؟ بيقول على قضيه محمد عبد الحفيظ، بيقول الحلقه المفقوده موجوده في تسجيل صوتي لقياده اخوانيه بيعترف فيه ان سلطات المطار اتصلوا به وسالوه عن اتجاه محمد عبد الحفيظ، فاجابهم الرجل في حسم هو جهادي ولا علاقه له بالاخوان. وتابع، شيل صورته يا استاذ صفوت، وتابع عيسى قائلا انه عند هذه النقطه انتهت القضيه واتخذ الاطراف قرار ترحيله، منوها ان المضحك في الامر ان نفس الشخص يقول في التسجيل انه بعد ذلك جاءته معلومه انه اخوان، فاستدرك الامر لكن الوقت قد فات والواد رجع القاهره. اوضح عيسى الرجل القيادي الاخواني ان الاتراك لا ذنب لهم، لانه في جميع الدول التي يتواجد فيها الاخوان هناك تواصل بين قياده يختارونها وبين اجهزه المخابرات في الدوله اللي هم قاعدين فيها، وتتبادل المعلومات بثقه بينهم وبين الاخوان، مؤكدا انني رايت هذا في المانيا وبريطانيا وكذلك في تركيا. وتساءل محيي عيسى، متى نقيم العدل بيننا؟ فالشاب ذهب إلى السودان، ثم رحيله إلى الصومال، ثم تراءى له أن يرحل إلى تركيا ليستقر فيها، فحدث له ما لم يخطر على بال، ولم يكن يدرك المسكين أن هناك ظلم أشد ضراوة ومرارة من الإخوان. الولد محيي بيقول أن الولد لم يكن يعلم أن الإخوان أشد ظلما وفتكا من المكان اللي هو جاي منه من الصومال. وأشار إلى أن المعطيات والشواهد تؤكد أن هناك خطأ كبير يصل إلى مرحلة الخيانة. مين اللي بيقول؟ محيي عيسى قائد إخوان بيتكلم على أن فيه إخوان قاموا بعملية خيانة، وهناك شهود وتسجيلات صوتية تؤكد ذلك. وتابع قائلا، طريقة ترحيل عبد الحفيظ تؤكد أن السلطات التركية جاءتها معلومات أن إرهابي داعشي. وتساءل عيسى، هل يمكن للإخوان فتح تحقيق شفاف وإعلان نتائجه؟ نعم، لا تملك الإخوان عقاب مادي. نعم، لا تملك الإخوان عقاب مادي. ووجه سؤالا لقيادات الإخوان، تاني صفوت، وجه سؤالا لقيادات الإخوان، أخطر عبارات جاءت على لسان إخواني لجماعة الإخوان منذ مقال الأستاذ المرشد الإرهابي حسن البنا. كيف كنتم ستحكمون وطنا وأنتم لا تستطيعون أن تقيموا العدل بينكم؟ فإذا سرق فيكم الشريف تركتموه، وستبقى قصته دليلا دامغا على السؤال الجوهري، لماذا لم تنتصروا طوال تاريخكم؟ لماذا لم تنتصروا طوال تاريخكم؟ هذه العبارة الموجودة أمامي هي لخصت المشهد كاملا، لخصت المشهد كاملا إلى كل الإخوان في كل مكان، إلى المتعاطفين مع الإخوان في كل مكان، إلى كل مواطن، إلى كل مسلم، إلى كل مناضل أو يدعي النضال، هذا هو حال الإخوان، هذه حقيقة الإخوان بكلمات واضحة لا تحتمل الجدل من أحد قيادات الإخوان. محيي عيسى الذي قال مرة أخرى، كيف كنتم ستحكمون وطنا وأنتم لا تستطيعون أن تقيموا العدل بينكم؟ فإذا سرق فيكم الشريف تركتموه، وستبقى قصته دليلا دامغا على السؤال الجوهري، لماذا لم تنتصروا طوال تاريخكم؟ لن ينتصر الإخوان، لن ينتصر الإخوان، ولم ينتصر الإخوان، لأن الإخوان ليست جماعة دعوية، وإنما جماعة مأجورة، جماعة مرتزقة بتدرها أجهزة الاستخبارات الدولية باعتراف قارة الإخوان، فليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. طيب ده الموضوع هو الإخوان، حتى محيي عيسى وغيره وغيره، الجميع أصابهم حالة قشعريرة، الجميع الإخوان في الداخل وفي السجون وفي الخارج أصابهم حالة يأس متقدم وحالة إحباط لا نهائية. الجميع، جميع الإخوان بيعاني من حالة إسهال مزمن. ليه؟ ترحيل محمد مش فارق معاهم، وحتى قتل عشرات مش فارق معاهم، ما هم قتلوا الناس في ربعة عشان يعمل عملية تمويه ويقلب الدنيا، هم اللي قتلوهم. ده ممكن يكونوا قتلوا بعض أبناء القيادات
من اجل تحقيق اهداف، لان هو عندهم الضارات تبيح المحظورات. امال ايه الموضوع؟ الموضوع انه هؤلاء بيستشعروا ان هناك تواصل تركي مع مصر بيؤدي في النهاية الى تسليمهم لمصر. طب تعالوا كده، في فيديو كده لأردوغان، هات لي كده أردوغان وهو بيتكلم. يا ابني يا أستاذي هات لي أردوغان. ده حوار أردوغان، أردوغان كان عامله لتي ار تي، بيتكلم على علاقة المخابرات التركية بالمخابرات السورية. لكن للأسف الشديد أنا عايز الكلام بتاع أردوغان نفسه يا شباب لو سمحتوا، لو سمحتوا يعني. أردوغان اعترف اعتراف صريح أن هناك تواصل بين المخابرات التركية والمخابرات السورية، وقال ما نصه، قال ما نصه أردوغان أنه هناك تواصل مع أجهزة الاستخبارات وبعض الدول حتى العدوة. قال إيه؟ حتى العدوة. عندك صوت أردوغان؟ هتقول شغله شغله. استخبارات örgütleri bu noktada illa yani liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz. بيقول أردوغان، وهترجمه لكم عشان ما لحقناش لأنه لسه جاي لنا، إنه فيه علاقات مع أجهزة الاستخبارات للدول حتى العدو. أنا بقول للإخوان الفيديو ده هدية ليكم، بحاول أديكم مهدئ. ده بقى مش مهدئ، ده ممكن تاخدوا الفيديو ده ترجعوه على بعض كده وتشوفوا وتوزعوه، تشوفوا ايه القادم، ما هو القادم. الفيديو باعتراف أردوغان ان فيه علاقات وتواصل بين الأجهزة الاستخبارات التركية والسورية. انتوا كملوا العبارة بقى. القادة بيقول حتى لو القادة ما بيكلموش مع بعض، مقاطعين بعض، الا ان فيه قنوات شانلز مفتوحة بين الأجهزة هنا والأجهزة هنا. اعتقد بقى هذا الكلام يا عمرو عبد الهادي، يا ايمن نور، يا معتز، يا ناصر، الكلام ده انتوا هتفهموا انا قصدي ايه. أردوغان بيعترف ان فيه تواصل بشكل عام، وتم تسليم محمد عبد الحفيظ. اربط انت بقى اللي عايز تربط، استنتج اللي عايز تستنتج. انا لن ادخل في تفاصيل، فليس كل ما يعرف يقال، وليست استنتاجات وإنما معلومات. كل هؤلاء سيتم تسليمهم وإعادتهم إلى مصر في أقرب ما أو مما يتخيله، أقرب مما يتخيل هؤلاء. ودي بشرى للمصريين، سيتم إعادة كل الخونة والمرتزقة لمحاكمتهم أمام القضاء العادل هنا في مصر. من سب الوطن، من سب الشعب، من سب الجيش، لا يمكن أن يكون هناك تسامح معه. الجميع سيأتي. ارجعوا اقروا واسمعوا فيديو أردوغان واربطوه مع تسليم محمد عبد الحفيظ، مع الخلافات اللي بين الإخوان، مع الخلافات اللي بين الإخوان وبين التيارات اللي هناك، واعلموا أن القادم أقرب مما تتخيلوا. تعالوا تشوفوا بقى، بقالنا 3-4 ايام بيقولوا ايه الواد معتز مطر ما بيطلعش. معتز مطر فين؟ معتز مطر فين؟ ده معتز مطر اتجنن، ده معتز مطر حصل له ازمه عقليه، ده دخل المستشفى امراض عقليه، معتز مطر سورق، معتز مطر بيجي له شيزوفرينيا، كلام كتير. انا ما اتكلمتش، تاكدت انه مش مريض. وانا امبارح قلت انا في المرض لا يعني لا شماته في مرض ولا موت. نحن نهاجم الإخوان لأن فقدوا أخلاقهم بيشمتوا في المرض والموت. إحنا بالنسبة لنا، بالنسبة لمعتز وغيره المرض ما بنشمتش فيه. لكن الحقيقة هقولها لكم دلوقتي، أين معتز مطر؟ ما طلعش ليه الأيام اللي فاتت؟ إيه اللي حصل؟ تعالوا أقول لكم. كان في قصة بسيطة طريفة يعني، قاعد معتز مطر، قاعد أيمن نور، معاه معتز مطر ومعاه بقيه المنافقين والمرتزقه والراقصين، هشام عبد الله وغيره قاعدين فين؟ قاعدين في اجتماع في القناه.
فأيمن نور رئيس قناة بيقول إن شاء الله هنعمل برنامج لمحمد ناصر عندنا في قناة الشرق، وهنعمل قناة جديدة اسمها الشرق الأوسط تلم كل المتناقضات. ده مين اللي بيقول؟ أيمن نور. فلوس كترت معاه، هيعمل قناة اسمها الشرق الأوسط، بيقول هنجيب محمد ناصر يعمل معانا برنامج في قناة إيه؟ في قناة الشرق أو الشرق الأوسط. مين برق واتجنن وجات له الجنونة؟ معتز مطر. اتجنن الولد، حصل له لوسة. قال له لا، أنا لا أقبل إن محمد ناصر يكون معانا في الشرق. فأيمن نور قدام الناس اتكسف، قال له أنا اللي باخد القرار. فقام معتز قال له أنا شريكك في القناة. قال له لا، أنت مش شريكي، أنت شغال عندي. ده حصل بالظبط. قال له أنت شغال عندي. معتز خد بعضه رمى اللي في إيده، خرج من الاجتماع غاضبا كالشيطان، وهو كالشيطان، ومشي. أيمن نور بعد ما طلع قال ده واد مجنون مختل عقليا غير متزن، ده لازم يروح مستشفى أمراض عقلية. ده اللي حصل بالظبط، بكل أمانة هذا هو ما جرى. الكلام ده جبته من عندي؟ أبدا. الدلدول بتاعهم اسمه عمرو عبد الهادي، كان في لجنة اسمها لجنة الضمير عاملينها الإخوان، هربان ما وعنف واعين مع بعض، أيمن نور طرده من القناة، فطلع فضح وقال الحقيقة كاملة. تعالوا نستمع إلى أول كلمة قالها عمرو عبد الهادي. فبالتالي أيمن بقى إيه، عرض على ناصر إن هو يعمل برنامج في قناة الشرق الأوسط. يبقى ناصر بيعمل برنامج في قناة الشرق الأوسط، وبيعمل برنامج على قناة الحوار، وبيعمل برنامج على قناة مكملين، وبيعمل بث مباشر على اليوتيوب، وبيعمل بث مباشر على الفيسبوك. هتفتحوا الحنفية بعد كده هتلاقوا محمد ناصر، فهنمسح ايدينا كده ونغسلها بمحمد ناصر. يعني فانا بكلمكم بجد يا جماعه، انا بكلمكم، انتوا عارفين انا الصفحه عندي بقول فيها وقائع، يعني لما بعمل بث مباشر بجيب لكم معلومات وبجيب لكم حاجات. ده الكلام. طيب معتز لما سمع محمد ناصر يخش القناه عينه برقت، شرار طلع من عينه، وقال انا لن اقبل، مش هوافق، وعلى جثتي، وتعالوا، وساب القعده ومشي. تعالوا نستمع بحكايه عمرو عبد الهادي. معتز قال له لو ناصر دخل هذه القناة أنا مش هشتغل في الشرق. قال له راح طبعا الكلام ده بيدور ما بين معتز وما بين أيمن في الأروقة مع سكرتيرته دعاء ولا كذا، فالاجتماعات الثلاثية دي ما فيهاش إحراج، كله متعري أمام التاني، فما فيهاش إحراج يحرج أيمن ما يحرجش أيمن. فجي في الاجتماع التحريري راح معتز قال له كده هوت ومتعصب، قال له لو دخلوا القناة أنا هقفل البرنامج ومش هشتغل في القناة تاني. فطبعا أيمن نور اللي داير عمال يقص في الناس وياكل مستحقاتهم ويرفض ويعين وأنا ربكم الأعلى، ماشي، اتحرج بقى شكله قدام الناس كده، هو يعني شكله وحش قوي يعني. ده أنا فالمهم لما بقى شكله وحش راح رد كده، أخد حبوب الجراءة، ماشي، وراح داخل في معتز، راح قال له معتز انت ما ينفعش تقول كده، وانا اللي مسؤول وانا اللي مش ه... قال له لا يا حبيبي تعالى بقى، ده انا شريكك في القناة. فمعتز لما رد قال كده هو طبعا لازم ايمن ينفي، لان لو ايمن ما نفاش المعلومة بعد كده اللي هيجي يتعين في القناة هيروح لمعتز، مش هيروح لايمن نور، فهمني؟ فيعني الاتنين شركاء وهيبقى الراس بالراس. فرح ايمن نور قال له لا يا حبيبي انت شغل عندي. اوبا، هي من هنا راح معتز واخد بعضه ورفض طلوع البرنامج بقاله يومين، برنامج معتز مطر ما بيطلعش. ايمن نور وفقا لعمرو عبد الهادي خاين، ايمن نور وفقا لعمرو عبد الهادي اراجوز، ايمن نور وفقا لعمرو عبد الهادي ما كان شغال عنده، كان شغال عنده ومشاه، فبالتالي فضحوا بعض. الناس دي هم اللي بيناضلوا، الناس دول هم اللي بيقولوا احنا عندنا مثل ومبادئ، هم دول اللي بيتكلموا علينا بيهاجمونا. تعالوا شوفوا بيتكلم ايه على ايمن نور. عشان بس اعرفكم ان ايمن بيخون اللي بياكل معاه عيش وملح. مجرد ما معتز مطر خرج من الاوضه راح ايمن قال للناس اللي في صاله التحرير، قال لهم ده مجنون، ده انا عرضت عليه يروح لدكتور نفساني، ده انا هخليه يروح لدكتور نفساني، ده مريض نفسيا، ده مش عارف ايه. ده كله نقل الحقيقه، قصه معتز وناصر وايمن، لان معتز مطر ومحمد ناصر هما الاثنين بيكرهوا بعض، وأيمن نور بيكره معتز بس محتاجه. الفيديوهات دي كلها بتعكس القصة، بتعكس حقيقة. كل اللي فات
بيشتموا بعض، بيضربوا بعض، بيعملوا وبينفسنوا، واحنا عارفين ده مش جديد بالنسبه لنا. انا عارف ان هم احقر 100 مره من اللي بيقولوا 1000 مره. ناس باعت اوطانها، فبالتالي بقول لك بيخون اللي بياكل معيش وملح، داخل ده خان بلده. يا عمرو انت عبيط، خان بلده، خان وطنه، خان عياله، خان اهله، خان مبادئه بلا مبادئ. لكن كل ده كوم، والفيديو اللي جاي ده كوم تاني خالص، اعتراف واضح لانه دهبل هو كمان، اعترف هو سخنان بينتقم، اعترف باخطر اعتراف من تركيا حول خيانة هؤلاء. المال اللي مرصود للثورات وللقنوات بيصرفوا على الجانو الإلكترونية على طول. فبالتالي يعني الحقيقة لما الموضوع يوصل إلى هذا، أيمن نور بقاله 4 سنين ولا 3 سنين بيدير قناة الشرق. أيمن نور لم يقدم برنامج واحد ناجح في قناته. ليه؟ لأنه ده راجل حطت رجله في الصحافة، ورجل في المحاماة، ورجل في السياسة، ورجل في الاجتماعيات، ورجل في الحمام. يعني هتعمل ايه ولا ايه يا راجل؟ ما يعني عند صاحب بالين كذاب وصاحب 3 منافق وانت صاحب 60 بتاع دوت. فبالتالي بعد ما فقد سياسيا ما بقاش وراه غير قاعدة القيل والقال في قلب المواضيع. المال المرصود للثورات والقنوات، المال المرصود للثورات والقنوات، ده مين اللي بيقول؟ عمرو عبد الهادي. فيه مال مرصود. لما بقول يا مصريين، في ناس، في دول، في اجهزه بتصرف عشان القلاقل، عشان ازاء مصر، بتقولوا احنا بتبالغوا. اهو اعتراف واضح، المال المرصود للثورات، عايزين يعملوا ثورات في مصر وقنوات، ايمن نور بيضيعوا وبيتهموا بعض. هاتها تاني يا ابني، شغلها تاني يا صفوه. مرصود للثورات وللقنوات بيصرفوا على الجانو الإلكترونية على طول. فبالتالي المال المرصود للثورات والقنوات، اسمعوها يا مصريين، اسمعوها وافهموها، هو ده اللي احنا بنقوله. الحلقة كلها النهاردة الوقت ضيق جدا عندي، لكن بقول انه الخلاف اللي دار بينهم، الفضائح اللي دارت بينهم بين كلهم، بقى عمرو عبد الهادي مع ايمن نور مش طايقين بعض، محمد ناصر ومعتز مطر مش طايقين بعض، لكن في النهايه بيحاولوا يلوم الدور. وانا اعتقد النهارده حسب معلوماتي ان معتز هيطلع، حاولوا يرادوه، قعدوا معاه بس عشان خاطر المصريين وعشان خاطر النظام وعشان خاطر اطلع وهنرضيك وهنفهم وهنوصل. فاعتقد انه ممكن يطلع النهارده. انتهى وقتي ولم تنتهي القضايا ولم تنتهي الفضائح، فضائح هؤلاء. لكن فاصل قصير ثم نعود لنواصل فقرة مهمة جدا جدا جدا، استضاح وفهم لما يدور وما دار في اللجنة العامة في البرلمان اليوم حول تعديل الدستور. انتظرونا. بيشرفني يكون معي الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب ووكيل لجنه الشباب والرياضه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ. اهلا بحضرتك. يعني الموضوع مثار، ونحن الان في بصدد حاله حوار مجتمعي وحاله حوار في هواء طلق صحي، بنتكلم وبنتحدث وبنتقبل كل الاراء حتى نصل الى الطريق اللي يؤدي بنا الى الوصول الى ما نريد. فلسفه التعديلات الاول لها فلسفه ولها دلاله ولا هدف. خلينا الأول أكلم بشكل عام على فلسفة هذه التعديلات من حيث التوقيت والمضمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خلينا نتكلم أول في فلسفة التعديلات بالنسبة للدستور بصفة عام. الدستور عقد اجتماعي موضوع لظروف معينة وتمر بها البلاد في كل الأحوال، في كل الدول بيرتبط الدستور بالمرحلة الزمنية للبلاد. أي تغيرات اجتماعية، أي تغيرات كبرى زي الثورات، أي تغيرات في النظم الموجودة في المجتمعات قد تؤدي إلى تعديلات في بعض مواد الدستور، أو تؤدي إلى أحيانا إلى إسقاط الدستور بالكامل وعمل دستور جديد. لما ننتقل للدستور المصري أو الفترة الحالية، يمكن في 2014 تم صياغة وإقرار الدستور لمواكب لظروف الفترة 2014 وما بعد 11 2011 و 30/6 صحيح و 30/6، فتم صياغة الدستور بشكل معين وبطريقة معينة ابن الظروف ساعتها وابن الواقع ساعتها وابن التناقضات اللي كانت موجودة ووفقا للمتغيرات زي ما حضرتك بتقول. ولكن وقت إقرار هذا
هذا الدستور كان يعني يظن وضع الدستور أنه الأمثل في هذه المرحلة، ودي طبيعة الدساتير. يمكن لما كلمنا أن مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية غيرت دستورها من سنة 1778 27 مرة، صحيح. فرنسا غيرت دستورها 15 مرة. يعني تغيير أو تعديل الدستور وإسقاط الدستور وتعديله أمر ليس جديد على الدول. بالنسبة لمصر احنا من سنة 1923 إلى الآن تم تعديل الدستور وفقا للمتغيرات أو اللي مرت بها البلاد. بنتكلم في 1923 وقت الاحتلال الإنجليزي، بنتكلم في 1930 عندما وضع دستور للبلاد، يعني عاد بعده الشعب المصري وأسقط هذا الدستور وعاد للدستور 1923 وفقا للمتغيرات الاجتماعية ووفقا للمتغيرات الاقتصادية. وده اللي بيتم الفترة اللي فاتت. احنا تم يمكن معظم الأعضاء اللي كانوا موجودين في الائتلاف واللي تقدموا بتعديلات لمجلس النواب رأوا أن هناك يعني ما يدعو إلى تعديل بعض مواد الدستور. ويمكن برضو لازم الناس تعرف أن ليس معنى أن نتقدم بتعديلات أنه تم الموافقة على هذه التعديلات. التعديلات الذي يوافق أو يرفض تعديل كل أو جزء من الدستور هو الشعب المصري في النهاية عن طريق الاستفتاء. لكن الحوار المجتمعي اللي بيحصل ده حوار جيد جدا، صحي جدا، صحيح. صح جدا ومتميز جدا، واحنا ندعو اليه، ندعو الاحزاب وندعو التجمعات الوطنيه اللي موجوده في مصر سواء جمعيات اهليه او وزارات ان يكون هناك حوار مجتمعي. ده هدف من التعديلات. في النهايه المواطن هو اللي بيقول اذا موافق على التعديلات او غير موافق على التعديلات. هي عباره عن مقترحات من مجلس النواب بيعرضها على الشعب زي ما حضرتك اتفضلت. والتعديلات يمكن هدفها الاساسي او فلسفتها اعطاء يمكن الشباب والمراه اللي اثبتت. خليني بقى اروح معاك خلاص دي ده الفلسفه والشكل، ومن حق كل مجتمع ان هو يعيد تطوير نفسه وتطوير دستوره مع المستجدات اللي حصلت زي كل دول العالم. احنا مش خلقه يعني، احنا زي دول العالم وعندنا ظروف اصعب، فبالتالي محتاجين بسرعه ادوات نتحرك بها تشريعيه ودستوريه. هو المواد اللي تم اقتراح تغييرها كلها في الاخر مش عايز اختزلها في بند او بندين. بعض الناس يعني مثلا طالعين دلوقتي في القنوات اللي انت عارفها الشمال كلها بتقول ايه ده الفكره من التعديلات ان هم يشيلوا شيخ الازهر مثلا، يعني الفكره من التعديلات ان هم يضيقوا قوي على المؤسسه الدينيه. بنقرا الكلام دلوقتي زي ما شفناه في الانفوجراف مفيش علاقه، مش موجود غير ما تروح بالمرة ان شيخ الازهر او المؤسسة الازهرية هينالها مثلا حاجة من التعديلات. فانا عايز اهم البنود ايه وهتفيد الناس بايه. خلينا نتكلم في يعني بعض اصحاب الاغراض الخاصة بيبدأوا يلفتوا نظر الشعب المصري الى توجهات تانية خالص. هم عارفين المؤسسة الدينية، يعني عندما يتم الاقتراب من كلمة المؤسسة الدينية سواء الأزهر أو الكنيسة يبدأ الناس بيتعاملوا بكل قوة وفقا للعاطفة اللي موجودة عند الشعب. عايز يلغي العقل ويشغل العاطفة. فهو بدأ ياخدهم في هذا المنحنى. احنا بنتكلم في تعديلات يعني الأساس منها هو حماية بعض الفئات اللي تم تمييزها إيجابيا في الدستور 2014، أيضا في يعني بعض الإصلاحات في بعض الهيئات زي الهيئات القضائية وجهات القضائية. نتكلم في حاجات بتهم الفترة دي المجتمع المصري. بعض المتغيرات اللي تمت خلال الثمان سنوات الأخيرة تقتضي تعديلات. في النهاية احنا زي ما قلت لحضرتك حوار مجتمعي. تعديلات الواردة أو اللي تم إصدارها عن طريق الائتلاف وتم يعني تسليمها إلى رئيس مجلس النواب وتم عرضها على اللجنة العامة لم تتناول بأي شكل من الأشكال الأزهر الشريف ولا منصب شيخ الأزهر. ويمكن اللي احنا يمكن كذا مرة في كذا تصريح احنا نجل هذا المنصب ونجل أيضا شخص شيخ الأزهر. فالناس بدأت توجه أو البعض بدأ يوجه الناس لهذا الاتجاه، يعني بدل ما يوجههم لأهمية دراسة التعديلات ووضع الرؤية ووضع رؤى في التعديلات بدل ما يقول له شغل دماغك بيقول له بيأجر عاطفته. والمشكلة ان هو بيتكلم في يعني معظم اللي شاهدتهم وقرأت لهم في فترة يمكن ثلاث ايام الأخرى دول نتكلم في ان هم بيدعوا الى ترسيخ الديمقراطيه. طب انت منين بتدعو الى ترسيخ الديمقراطيه وتبدا تصادر على حق الناس انها تفكر، تبدا تصادر على حق الناس انها تاخد رايها او نسمع رايها في تعديل الدستور. الجميل في الفتره اللي فاتت يعني البعض الرموز اللي كانت موجوده في لجنه 50 ورئيس لجنه 50 السيد عمرو موسى، يعني يمكن سمعت له في احد البرامج كلام محترم جدا انه اذا كان هناك داعي لتعديل الدستور فده وارد جدا، لان الماده 226 من نفس الدستور 2014 وضعت اليات التعديل. صحيح. مش اختراع يعني، مبدا التعديل موجود في الدستور نفسه. يعني ده اذا كان هو رئيس اللجنه لجنه 50 وقت اقرار
دستور 2014 ده بيتكلم بكل صراحة بعض الرموز اللي كانت موجودة في لائحة 50 قالت في هذا اتكلمت في هذا النهج أيضا. فما فيش أي داعي إن احنا نصادر على رأي الناس. يعني بيجي لنا رسائل دلوقتي يقول لك لا لتعديل الدستور. طب انت عارف ايه انت قريته الاول؟ قريت انت شفت المقترح ده قبل ان تنشر المقترحات. وفي الاول والاخر هذه هي مقترحات قدمت لسه. انت عارف حضرتك الدستور المصري دستور من الدساتير الجامده, يعني مش الدستور من الدساتير المرنه. في بقى يعني يمكن برضه عشان الناس تعرف في انواع من الدساتير. دساتير مرنه اللي هي ممكن تعديلها باجراءات بسيطه زي القوانين اللي بنناقشها في مجلس النواب. يعني مثلا زي الهند, الهند ممكن كل يوم بتعدل الدستور بتاعها لان هي دستور مرن. يعني الاجراءات اللي بتتم في تعديل الدستور بسيطه وغير معقده, بسيطه ما بيرجعش للشعب قوي, يعني بتطبق على القانون ما بيرجعش للشعب, هي السلطه التشريعيه اللي بتعدل. صحيح. بعض الدساتير الجامده زي الدستور المصري بتعود الى الشعب في النهايه. ففي اجراءات كبيره جدا طويله جدا, يعني بتستغرق في مدة زمنية يمكن بنتكلم في 90 يوم, بنتكلم في عرض في اللجنة التشريعية 60 يوم, يعني إلى أن تصل في النهاية إلى الاستفتاء الشعبي المرحلة الأخيرة من التطبيق أو تعديل الدستور. فدستور جامد, دستور مش سهل تعديله إلا بإجراءات معينة. هو ده اللي احنا بننهجه الفترة دي. احنا تقدم بعض نواب الائتلاف يمكن تعرف حاجه, يمكن اللي له حق في التعديل اما رئيس الجمهوريه او وفقا للدستور او خمس اعضاء مجلس النواب. تم تقديم بعض المقترحات درست في اللجنه العامه وفقا للايام المتاحه اللي هي 7 ايام, وتم عرضها ايضا. يمكن رئيس المجلس النهارده اشار انه بعد اجتماعين من اجتماعات اللجنه العامه تم الموافقه مبدئيا على تمهيدا لعرض اللجنه التشريعيه دراسة هذه التعديلات اللجنة التشريعية بعد كده الجلسة العامة والتصويت النهائي نداء بالاسم. فدي الإجراءات اللي متاخدة. احنا الأهم في هذه الفترة ان احنا نناقش هذه التعديلات. صحيح. ويتعامل حوار مجتمع هذه التعديلات. طيب خلينا أهم حاجة لفت نظري أنا شخصيا هو هذه الرغبة في المشرع أو مقترح التشريع أن يكون هناك أكبر قدر من المشاركة في العمل التشريعي والعمل العام من خلال تحت غرفة جديدة للتشريع. اثنين, توسيع قاعدة المشاركة بكل فئات المجتمع. يعني شايف فلسفتها ازاي؟ هتعود يعني على الناس بايه؟ هتفيد الدولة في ايه؟ توسيع قاعدة المشاركة في الجزء الاول احنا بنتكلم, يعني خلينا يعني انتقل قبل ان نتحدث عن الغرفة الثانية على موضوع توسيع قاعدة المشاركة. احنا عندنا تجربة محترمة جدا في دستور 2014 في مجلس النواب في 2015, هي مشاركة الشباب والمرأة وبعض الفئات التي تم تمييزها تمييزا ايجابيا, زي بنتكلم في المسيحيين, بنتكلم في المصريين في الخارج, وتجربة اثبتت نجاحها. بنتكلم دلوقتي حاليا في مجلس النواب طبعا زي الاحتياجات الخاصة بنتكلم في 185 نائب شاب, يعني ذكور وإناث. بنتكلم في يعني بنتكلم في نسبة كبيرة 32.6% من عدد مجلس النواب من الشباب. بنتكلم في الانتاج اللي تم من خلال هؤلاء الشباب, يعني التجربة اثبتت نجاح كبير جدا من الشباب في المشاركة في مجلس النواب. والمرأة يعني طبعا ما بقول حكي بين الشباب سواء ذكور او ناس مرأة او رجال. فبنتكلم في النجاح اللي تم في مجلس النواب. التجربة دي يعني اثبتت ان يجب ان يكون هناك ايضا يعني حماية لهذه الفئات في المرة القادمة. بكل صراحة انا عضو مجلس النواب, عضو شاب عايز اقدم في الانتخابات. الانتخابات في الفترة الاخيرة كانت يعني بتحمل المرشح يعني اموال طائلة جدا. المال السياسي لو لعب دوره يعني اعتقد انه لن يكون هناك فرصه للشباب ولا المرأة. ما احنا شفنا المال السياسي كيف يعني شكل برلمانات بشكل معين. بالظبط. فانت بتحمل, انت كنت في ماده 244 من الدستور قلت ان يمثل ان تمثل هذه الفئات تمثيلا مناسبا, وده يعني متروك للقانون. يعني التمثيل المناسب ده كان 13% من القوائم من الشباب, يمكن النسبه الاكبر كانت للمراه, لكن في كل الاحوال ما تمش النص على نسبه معينه. احنا بنتكلم في التعديل ان يكون هناك تمثيل 25% من الشباب والمراه في سواء في الغرفه الثانيه اللي هنتكلم عليها او مجلس النواب. فانت بتعمل حمايه لهذه الفئات التي لن تستطيع باي حال من الاحوال خوض المعركه الانتخابيه بكل متغيراتها, خصوصا باستخدام المال السياسي. علماء ومتخصصين في مجالات معينه يقول لك ما انا ما اقدرش انزل انتخابات ولا اقدر اخوض حمله انتخابيه وما اقدرش انزل نفسي لهذا المعترك. صحيح. انا عندي الصومعه العلميه بتاعتي, انا شغال في مجالات معينه ما اقدرش انزل انتخابات وانا محتاجه تشريعي وليس يعني لدي القدره على كده, وانا محتاجه فعلا في مصر كتشريع كخبره لازم يمد الغرفه الاولى اللي هي مجلس النواب ببعض المعلومات وبعض القوانين. فهم دول الفئه اللي انت بتحاول تجيبهم
او تحاول تستفيد من خبراتهم في مجلس الشورى. يعني انت حضرتك عارف ان التلت في مجلس الشورى بيتم بالتعيين عن طريق رئيس الجمهوريه، ويتم الاختيار عن طريق يعني رئيس الجمهوريه بالنسبه للخبراء والمتخصصين والمستشارين اللي بيفيدوا وبيثروا الحاله التشريعيه او الجزء التشريعي الخاص بالتشريعات المصريه. فهو ده اللي يمكن الفائده الكبيره لاعداد او تعديل البند، يسمح بوجود غرفه ثانيه هي مجلس الشيوخ. ويمكن الجزء الثاني ايضا الحمل الكبير جدا على مجلس النواب الحالي، يعني يمكن التجربه في برلمان 2015 اثبتت انه ضروره وجود مجلس شورى او غرفه ثانيه او غرفه مجلس يشارك او يساهم او يساعد في تشريعات. طبعا حمل كبير جدا، يمكن مرينا بفتره يمكن في يمكن خلال اسبوعين الاوائل من مجلس النواب كان المفترض ان تكون هناك اقرار 315 قانون. يعني افترض لو كان في مجلس شورى بيساعد في هذه القوانين كان هيبقى فيه سرعه في الريتم الاداء. صحيح بالظبط، سرعه وضمان ودقة لجوده القانون ودقه القانون. طيب خليني اروح لي، يبقى انا عندنا شاركنا الشباب وفتحنا طاقات امل للشباب انه يخش يشارك، ودي دعوه صحيحه. كل شاب شايف نفسه ان هو عنده القدره، عنده الرغبه، عنده المهاره، عايز يخوض التجربه، لا ده احنا وسعنا فتحنا النوافذ المغلقه امام الشباب او الشابات للترشح لمجلس النواب، وفتحنا الباب للناس العازفين والمنسحبين وغير الراغبين ان هم يخشوا يشاركوا اللي محتاجهم من خلال الغرفه الثانيه. ده اعاده تنظيم الشكل التشريعي بشكل يعود على مصلحه الناس. حد هيقول انه ما هو بيكلف فلوس كتير تاني، لا ما بيكلفش، ما نفس الموظفين موجودين ونفس المبنى موجود، اعتقد دي اترد عليها قبل كده. طيب المراه اللي كان عندها تمييز ايجابي خلال الدستور الماضي وكان محدد لمره واحده بالظبط، لو لم نعدل الدستور لن نجد صوتا نسائيا في البرلمان القادم. صعب، هتلاقي حاجات فرديه كده، هتلاقي مثلا احد السيدات المرشحه من قبل عائله معينه، من قبل يعني يمكن بعض المحافظات لها الصيغه القبليه دي او الصفه القبليه دي تستطيع ان تنجح مرشح، وفي الغالب ما بيرشحوش من السيدات، فبالتالي مش هتلاقي فعلا العنصر السيدي موجود. فيمكن زي ما حضرتك قلت في 2014 تم اقرار هذا التمييز الايجابي لدوره برلمانيه واحده فقط ل 2015، فاحنا بنمد هذا التمييز الايجابي سواء للمراه او للشباب او ذوي الاحتياجات الخاصه اللي قابلوا بلاء حسنا جدا في البرلمان ده. عندنا كمان المصريين في الخارج اللي كان ليهم دور مهم جدا في كل المراحل اللي مرت بها مصر، وكان لازم يمثلوا في مع يعني يمكن مع بعض التعديلات في طريقه الاختيار بالنسبه للمصريين في الخارج. صحيح. اللي يمكن الناس برضو اشاروا ليها، يعني سواء الجاليات المصريه في الخارج اللي هم حابين يشاركوا بطريقه ثانيه، حابين يكون الاختيار بشكل ثاني، ده مقترح في مقترحات كتير جدا كيفيه اختيار المصريين في الخارج للمشاركه في البرلمان القادم. لكن في كل الاحوال يعني من الضروري ان يتم ان يكون هناك تمييزا ايجابيا، وان يحمي الدستور هذه الفئات التي قد لا تستطيع ان تشارك في الانتخابات لو لم يحصنها الدستور او لو لم يحفظ لها الدستور نسبه معينه من النسب المشاركه. يعني انا سياده النائب، انا وانت بتكلم لفت نظري فعلا، لو لم يتم تعديل هذه الماده في الدستور لن نرى صوتا نسائيا بالشكل الحالي. طب في البرلمان القادم انا عندي كم نائبه دلوقتي في البرلمان؟ لا احنا عندنا دلوقتي 44% يمكن من القوائم كان من المرأة، بالضبط، بالإضافة إلى النجاحات بشكل فردي في بعض المحافظات. المقترح اللي بتقدم من الخمس الأعضاء ان 25% للمرأة، يعني ربع البرلمان هيبقى نساء. اعتقد ان ده حرب بتخوضها الدولة وبيخوضها المشرعين لحماية والحفاظ وعملية انتزاع حقوق المرأة والحفاظ عليه. لو لم يكن هناك تعديلا لن تستطيع المرأة ان هي تمثل في البرلمان. بالنسبة للعمال والفلاحين موجود برضو في جزء خاص بالتعديل ان يكون هناك ما تنسوش يعني. لا طبعا تمثيل من العمال والفلاحين، لكن عايز اوحك بالنسبة للمرأة، المرأة في الفترة الأخيرة يعني اثبتت المرأة المصرية في كل التغيرات اللي تمت في مصر انها كانت في مقدمة الصفوف. برغم كده لو شفنا البرلمانات الأخيرة لم يكن تمثيل المرأة تمثيل كبير جدا. المواقف يمكن بدايه من يعني 2011 في 30/6 وفي الاستفتاء عن الدستور وفي الانتخابات الرئاسيه في كل الاشكال المشاركه السياسيه اللي طلبت مصر المواطنين ينزلوا فيها كانت المراه في مقدمه الصفوف. فيعني من الطبيعي ان يكون هناك
تمييز ايجابي للمراه. بالنسبه للعمال والفلاحين ايضا التعديل اللي مقترح ان يكون هناك تمثيل ايضا للعمال والفلاحين، لان طبعا الفلاحين في على مستوى مصر كان الاول 50% فئات و50% عمال وفلاحين. احنا ما بنقولش النسبه ديت، لكن يكون هناك تمثيل موجود بالنسبه للعمال والفلاحين في البرلمانات القادمه، سواء في مجلس النواب او في الغرفه المقترحه الثانيه ومجلس اللي هو مجلس الشورى اللي هو مجلس الشورى دلوقتي. طيب عندنا في من ضمن حزمه التغييرات التعديلات تنظيم اليه موحده لتعيين رؤساء الهيئات القضائيه والنائب العام ورئيس المحكمه الدستوريه العليا. البنود اللي جت انشاء مجلس اعلى لشؤون المشترك القضاء بالظبط، نوع من التوحيد الرؤى والافكار في مجال. طب نتكلم في دي الاول. بص حضرتك، في جهات قضائيه كتير، في هيئات قضائيه كتير، لكن وفي بعض الوظائف المشتركه بين هذه الجهات، فكان يعني يستدعي ده ان يكون في تنظيم لهذه الجهود. يعني في الوظائف المشتركه ديت مش عايزين يكون في جزر منعزله بالنسبه للجهات او الهيئات القضائيه، فعشان كده يكون في مجلس موحد لتنظيم امور الهيئات القضائيه. قد يكون يرأسه رئيس الجمهوريه، قد يرأسه احد يعني المقترح اللي موجود ان يكون احد القضاة اللي هو يرأس هذا المجلس، لكن في النهايه ان يكون هناك مجلس قادر على تنظيم او توحيد او تنظيم بين الوظائف المشتركه لهذه الجهات والهيئات القضائيه، يعني شيء بيؤدي الى تسهيل عمل هذه الهيئات وهذه الجهات وتوحيد هذه الجهود وعدم ضياع الوقت والمجهود في او التشتيت جهود الجهات والهيئات القضائيه دي. المجلس الاعلى للشؤون المشترك القضاء ما هو فيه تماس بين السلطه القضائيه والتنفيذيه وحاجات مشتركات بينهم، ودليل ان في وزير عدل. انا هذه النقطه قرات اكثر من دستور، لقيت في كل الدساتير الفرنسي والتركي والالماني وغيره دائما راس الدوله هو بيرأس هذا المجلس بالزبط. ودي مش بدعه على فكره، احنا لا نبتدع، وانما احنا كمان مش قادرين نقول نعمل زي بقيه الدول، بس انا بقول احنا بحريتنا لانه في الاخر هيعرض على الشعب. طيب عندي في مجال اصلاح نظام الانتخابات، تمام، ده برضو ورد حذف عبارات زي التمثيل المتكافئ للناخبين، مش فاهمها قوي. ما هي دي عشان يعني الدستور في جمله زي ديت بيتكلم فيه بيختلف التفسير من حضرتك ومني ومن عباره فضفاضه قابله لكل كله فصل. انت بتتكلم في الدستور مواد صريحه، يمكن القانون بيوضح بعض مواد الدستور، يعني يمكن الدستور يجب ان يكون هناك عبارات صريحه موضحه. انا هنا ما تقدرش تقول انا فاهمي لهذه النقطه، ممكن يكون 10% مثلا في التمثيل، حضرتك ممكن تشوفها بشكل تاني. فعشان كده احنا عايزين نوحد هذه المفاهيم في صياغه صريحه في الدستور المصري، فعشان كده تم تقديم هذا التعديل او مقترح التعديل. الغاء كلمه المتكافئ لانها غير واضحه، فضفاضه، ما ينفعش متكافئ بالنسبه لعدد السكان ولا بالنسبه للمساحه الجغرافيه ولا المحكمه الدستوريه برضو بتتكلم في هذا الجزء، بنتكلم في نص صريح. يعني ايه متكافئ؟ حضرتك لو قاضي قد تفسر هذا المعنى بشكل معين، قاضي اخر ممكن يفسره بشكل ثاني، فعشان كده كان وجب ان يكون هناك تعديلا في هذا الجزء او هذه الماده، ان يكون هناك نص صريح بينص على النسبه المقرره، مش موضوع تمثيل متكافئ يعني. لانه في صحيح دايره تلاقي النائب فاز فيها ب 4000 صوت ودايره ثاني ب 400000 صوت بالظبط، وفي الاخر له مقعد وله صوت بالظبط. فاعتقد ان دي عندنا نماذج بره من الانظمه الانتخابيه برضو، والمجلس او المشرع بيحطها امامه اثناء دراسه هذه المقترحات. طيب عندي موضوع من الموضوعات التي يعني أثير حولها كثير من الجدل وكثير من يعني الرأي والرأي الآخر، وده حلو، إلغاء أو حذف المادتين 212-213 بشأن الهيئتين الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. تمام، إيه الفلسفة وإيه الحكمة؟ شوف احنا يعني يمكن كتير جدا بيتكلموا في استحداث وزارة الإعلام، يعني احنا محتاجين في مصر، أنا من ضمن الناس المؤيدين أن يكون هناك وزير الإعلام، يكون في وزارة مستقلة للإعلام يدير هذه المجهودات. الهيئتين اللي حضرتك اتكلمت فيهم في بعض الأمور المتعارضة بينهم، يمكن بنتكلم في بعض الاختصاصات المتعارضة. احنا عايزين نموذج يكون وزارة هي تدير أمور الإعلام في مصر. في الهيئتين الموجودين دول احنا بقالنا أكثر من 4 سنوات في شفنا بعض الممارسات اللي موجودة الإعلامية في بعض القرارات اللي تمت يعني اتخاذها من قبل الهيئات ديت. احنا في النهاية عايزين شكل الإعلام، شكل إعلام منظم، إعلام هادف. الهيئات دي يمكن كان الهدف منها أن يكون هناك التزام إعلامي وشكل إعلامي يعني محترم بالنسبة للمجتمع المصري. أعتقد أن التعديل ده في طريقه لأن يكون هناك وزارة جديدة أيضا وزارة الإعلام.
انا واحد من الناس اللي بيؤيد هذا المقترح، وان يكون هناك حذف للمادتين دول، وان يكون هناك في النهايه نصل الى وزاره مستقله اعلام يديرها وزير اعلام. وما اعتقدش ان في خلاف او في يعني بعض الاعتراضات، ان يكون هناك راس مميز يدير المنظومه الاعلاميه في مصر. يعني بعض القنوات كل واحد له اتجاه معين، احنا عايزين استراتيجيه موحده. الاستراتيجيه دي يجب ان ياخدها وزير له خبره، وزير له قدره على اداره العمليه الاعلاميه في مصر. مش عايزين نرجع لمرحله ان كل عايز يعني كل مرحله الفوضى، فوضى اعلاميه بتضر في النهايه بفكر الشعب المصري. عايزين نوصل لاعلام متميز، اعلام يفيد الشعب المصري، اعلام بينقل حقائق معينه. انما الفوضى اللي كانت موجوده في فتره من الفترات يمكن حسمتها شويه او حكمت هذه الفوضى وجود الهيئتين دول، لكن في النهايه احنا محتاجين ايضا وجود وزاره متخصصه في الاعلام. والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اللي موجود، يعني عندنا دلوقتي في مجلس اعلى لتنظيم الاعلام اللي برئاسه الاستاذ مكرم بالزبط. وعندنا هيئتين، هيئه للصحافه، وعلى فكره الناس برضو في ناس لغايه دلوقتي مش عارفين الهيئه الوطنيه للصحافه معنيه بالصحف القوميه بالظبط، والهيئه الوطنيه للاعلام معنيه باتحاد اذاعه التلفزيون. القنوات الخاصه والصحف الخاصه كان بيديرها او بيراقبها من بعيد المجلس على تنظيم الاعلام. فوجود وزاره او وزير بيعيد تنظيم مره اخرى ومايسترو بينظم وبيحطها زي ما حضرتك قلت الاستراتيجيه العليا للاعلام، هل يتم الابقاء على مجلس اعلى الاعلام في تقديرك انت الشخصي، ولا ممكن يجي وزير اعلام زي مثلا شركه المصريه للاتصالات وزير الاتصالات، الهيئه القوميه لتنظيم الاتصالات وزير الاتصالات، زي اكتر من جهه فيها هيئه عامه والرئيس هو بيرأس يعني الوزير بيرأس؟ ان هيكون في تعارض طبعا، هو ده مش مطروح في التعديل ان يكون هناك وزاره. بقول لك رايي الشخصي ان يكون من المفترض في فتره من الفترات القادمه ان يكون هناك وزاره، لكن ده لا يتعارض مع وجود الدستور اصلا الموجود الحالي ما يمنعش بالمناسبه، ولا يتعارض مع وجود مجلس اعلى الاعلام. مجلس اعلى الاعلام له اختصاصات، الوزاره ايضا لها اختصاصات. منصب الوزير منصب سياسي يضع استراتيجيات، يعني يتابع تحقيق هذه الاستراتيجيات، لكن مجلس اعلى الاعلام قد يكون له بعض الاختصاصات اللي تساعد ايضا على شكل محترم ايضا للاعلام، زي ما حضرتك وضحت بالنسبه للهيئتين الموجودين، سواء بقى الاشراف على الصحف القوميه او الاشراف على الاتحاد الاذاعه والتلفزيون، لكن لا يتعارض وجود وزاره اذا وجدت الوزاره مع وجود مجلس اعلى الاعلام. انا اؤيد ان يكون هناك ايضا وزاره مع بجانب المجلس الاعلى للاعلام، وزاره اعلام او وزاره دوله للاعلام. وانا يعني اعتقد ان انا بشكل شخصي انا دايما بقول رايي، يعني مش بقول محايد، انا طالما ناديت بضروره وجود وزير اعلام كمايسترو وكلسان للدوله، يعني كان زمان نشوف وزير الاعلام موجود في اجتماع مجلس الوزراء يطلع يعمل تصريح، يعمل النهارده دار واحد اثنين ثلاثة أربعة، لسان للدولة اللي اتظلمت، مفيش ألسنة تتحدث الدولة بشكل كافي توضح الإنجازات الموجودة في كل المجالات اللي موجودة في مصر. طيب عندي برضو من ضمن التعديلات تعيين نائب رئيس جمهورية أو أكثر، ده حق للرئيس بالظبط، ده شايفه إزاي؟ ده حاجة مهمة جدا، وشايف ده وقت بصراحة أن يكون هناك تعيين لنائبا أو أكثر من نواب الرئيس. طبعا المشروعات حتى يعني لو بصينا للفتره الحاليه، المشروعات اللي بتتم في مصر، اعتقد ان عبء هذه المشروعات وعبء التخطيط للدوله المصريه كبير جدا على رئيس الجمهوريه. فاذا في بعض الدول بتحط منصب نائب رئيس الجمهوريه يعني يكلفه رئيس الجمهوريه ببعض المهام، فده اعتقد الفتره القادمه مهم جدا، سواء لتفويض بعض السلطات للنائب الرئيس او بعض المهام التي يكلف بها من قبل الرئيس. توسيع لقاعده المشاركه، يمكن يكون هناك نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، ده شكل ديمقراطي محترم جدا، وشكل موجود في بعض الدول الديمقراطية موجود، يعني شكل مميز جدا. فإحنا فترة من الفترات كان في نائب رئيس جمهورية، وفترة من الفترات اعترض أو خشى البعض أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية. الفترة اللي بنتكلم في هذا التعديل في هذا التوقيت شيء يعني أعتقد أنه شيء إيجابي وجيد جدا أن يكون هناك نائب أو أكثر من نواب رئيس الجمهورية. وارد جدا ان يكون هناك احد النائبات لرئيس الجمهوريه، وارد جدا ان يكون ده، انا اتخيل ان يكون هناك نائبه رئيس الجمهوريه. صحيح العقبه في كده، اعتقد شكل ديمقراطي وشكل محترم جدا يفيد ويضيف للدوله المصريه، ويخفف ايضا من المشاكل او المهام المكلف بها رئيس الجمهوريه بالتفويض او بتوكيل شخص او اكثر كنواب لرئيس الجمهوريه في هذه المهام وهذه المشروعات اللي ممكن يكلف بيها. يعني انا فهمي النائب رئيس الجمهوريه، بتذكر سياده النائب، ويمكن حضرتك انا اكبر منك سنا، في فتره حوالي 20 سنه يمكن
في عهد الرئيس الأسبق مبارك لم يكن هناك طلب للمعارضة إلا ضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية بالضبط. وكان اللي ينطق بهذه الكلمة وكأنه يعني خاض في الذات الإلهية، وكان فيه معارضة ومقاومة شديدة من الحزب الوطني لأي حد يقول نائب رئيس الجمهورية، وكأنه انتقاصا من رئيس الجمهورية لأنه ممنوع عدنا، ولم يتم تعيين نائب رئيس الجمهورية إلا بعد قيام 25 يناير. فمن ثم لما يجي دلوقتي طلب تعديل من النواب بيقول تعيين نائب أو أكثر زي ما حضرتك تفضلت أو نائبة يجوز، ما هو كله سواسية. هيعمل حاجتين، هيخفف الأعباء عن رئيس الجمهورية، بس ده مش ده الهدف الأساسي، خلق صف تاني، أبني صف تاني. أما يبقى عندي نائب تمرن وفهم زي رئيس السادات مع عبد الناصر، زي رئيس مبارك مع السادات، لكن احنا قعدنا في فترة تكلس وتجمد فترة مبارك لم يكن هناك نائب رئيس. لما افتح المجال دلوقتي ده برضو انا فهمي لهذا الامر انه خلق صف تاني مدرب يستطيع ان يدير شؤون البلاد في وجود الرئيس لمساندته او في فترات اخرى للمستقبل. بالظبط. طيب عندي في مجال الاصلاح النظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، اتكلمنا عن نائب رئيس الجمهورية، وبتكلم على حتة نظام برلماني ونظام رئاسي والفتنة القائمة في هذا. احلى حاجة كان نفسي اجيبها معايا بس هقولها لك، حد من الجماعة الإخوان بيدافع عن التعديلات الدستورية التركية 2017، فبيقول ده نظام برلماني، النظام البرلماني ده وضعه الماسونية العالمية، احنا لازم نظام رئاسي، ابو بكر كان رئاسي وعمر كان رئاسي. ده احد لكن احنا بنتكلم بنقول النظام البرلماني لم تكن مصر في يوم ما دولة برلمانية، دائما كانت دولة لها رأس للنظام، وهكذا في كل الدول النهرية التاريخ بيقول أي دولة فيها نهر فيها حضارة كان لها رأس للنظام. فبالتالي انتقاص سلطات رأس الدولة لحساب رئيس وزراء أو برلمان كان فيها خلل خلال الفترة الماضية. كيف تنظرون إلى تعديل هذه الأمور لتعيد ضبط المسألة؟ يعني بس أنا بس عايز أرجع معاك بموضوع النواب، يعني خلينا نتكلم في شكل توسيع المشاركة وإعداد صفوف قيادية تانية. النواب مش فقط كان رئيس الجمهورية أو مقترح رئيس الجمهورية، نتكلم في نواب المحافظين الفترة اللي فاتت من 2014، نتكلم في نواب الوزراء نواب المحافظين، لكن اللي بيتميز بيها أو بيتميز بها هذه الفترة هو تأهيل هؤلاء النواب. يمكن بعض نواب المحافظين وبعض نواب الوزراء بدأوا بالتأهل عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب وأيضا برنامج الرئاسي اللي بتشرف عليه رئاسة الجمهورية، فبدأ هنا التأهيل. وهو ده برضو يعني بيصب في نفس النقطة، أن يكون هناك زي ما حضرتك قلت صف تاني بالنسبة لرئيس الجمهورية أو قيادة تانية قيادات صحيح. أخرى يعني اللي احنا دايما كنا بنقول في تجريف للقيادات ومفيش قيادات، عايز ابني صف تاني بقى في صف تاني. موضوع النظام المصري كان دايما بنقول عليه نظام مشترك برلماني، يعني كان جزء منه برلماني وجزء رئاسي، يعني حان الوقت في هذه التعديلات أن يكون هناك نظام واضح بالنسبة لشكل الحكومة، شكل السلطات اللي موجودة. احنا يمكن الدستور يمكن أشار أكثر من مرة أو يمكن حافظ مصر بفصله بين السلطات الثلاثة، الشكل الدولة أو شكل الحكومة سواء برلماني أو رئاسي ده كان على مدار مصر يمكن يعني شكل مشترك، جزء منه برلماني وجزء منه رئاسي، كانش في شكل واضح أو محدد المعالم بالنسبة للبرلمان، في تداخل شكل باهت في تداخل بالنسبة دايما احنا كنا نقولها كده حتى في لما بنتكلم في العلوم السياسية أن الشكل الحكم هنا شكل برلماسي، يعني جزء منه رئاسي وجزء منه برلماني، فكان في تعديل هذا الشكل سواء الجزء البرلماني أو الرئاسي أن يكون هناك وصف واضح لشكل الحكومة أو صفة الحكومة اللي موجودة في مصر، هل هو برلماني أم شكل رئاسي، في اختصاصات لرئيس الجمهورية، في اختصاصات أيضا للبرلمان، بنتكلم في فصل كامل بين السلطات التنفيذية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأيضا السلطة القضائية، أن يكون هناك نظام محدد المعالم بالنسبة لشكل الدولة في الدستور أو التعديل المقترح للدستور. يعني دكتور محمود حسين أنا بشكرك جدا. أنا بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني ونورتني بكلامك ونورتني في قناتين، شكرا ليك. الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب وكيل لجنة الشباب والرياضة. مشاهدين الكرام دمتم في أمان الله، غدا نلتقي، وكل سنة ومصر دايما بخير وفي خير.